الرأي ديالي يا خويا، حنا فرقة كتبريباري، فرقة كتبريباري، بغينا نقادو واحد ليكيب لي فهمتي بحال دابا حنا قلتي يلاه كنطيحو على شكون هما اللي غادي يكونوا لي بيلي ديال الفرقة من هنا للقدام، باقيين ما لقيناهمش فهمتي. أما النتيجة 3 بوان جات الحمد لله، راه بخير الحمد لله، ما جاتش كنتمناو نشوفو غير فهمتي شوفو البوادر كما كنقولو ديال الفرقة راه بدات كتقاد وهادشي اللي كاين، وحنا صابرين هاد العام. حنا ملي كتجيب مدرب من احسن المدربين في لافريك وكتشوف الخدمه اللي كيدير، راه ما كاينش شي حد اخويا في شي دومين كيخدم وما كيتجازاش على الخدمه ديالو فهمتي. كنشوفوا حنا السيد كيفاش خدام، الحمد لله حتى الديجيتال راه كنشوفوا فيه تحسن، داكشي اللي بغيناه راه حتى كيتكاد بشويه بشويه مع القانون ديال ايش منين. كنتمناو حتى هو يبقى خدام معنا بحال هكا، وانا متاكد ايش منا غيبقى خدام بحال ما هكا. السيد راه كويري فهمتيني فين تندوي، رئيس كويري هذا هو الفرق. اول مره واقيلا كاع غادي يجي عندنا رئيس كويري من مورا مكوار فهمتي. هادشي كنتمناو الجمهور حتى هو يشجع الفرقه وغيكون خير ان شاء الله، وغدا ان شاء الله راه تقدر تكون حتى 3 بوان ان شاء الله. التوقع ديالي اخويا ان شاء الله غنربحوا بواحد الزيرو ولا جوج زيرو شي وحده فيهم. ما هو التوقعات ديالي حكويداد باقي ما شدتش المسار ديالها، رجع الفرق تقريبا في البطوله، بغيت نقول لك حتى الدوره تقريبا الخامسه عاد غيبداو يبينوا لك الخامسه السابعه الفرق. تنتمناو الفوز، التوقعات ديالي ان شاء الله شي 2-0. بديت وداد راه ما نحكموش على المدرب، راه خص التوقع المدرب واخا يكون محترف، راه العقليه ديال اللاعب واش هو محترف في دماغه. راه نحطوا لاي مدرب، نجيبوا اي مدرب في العالم ولا ما كانوش اللعابه محترفين ولا غيطبقوا له هذيك الخطه. اولو كاين واحد القضيه، كاين باقي الدراري باقي صغار، باقي لي زوتوماتيزم خصهم يهضموهم بيناتهم، باقي 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 خص الخدمه. راه واخا كاينه خدمه في التدريب، خدمه ديال الماتشات بوحدها، نعطي واحد سبعه الماتشات بحال هكاك عاد نقدر نقول لك الوداد غتكون ان شاء الله هي الطوب. هاد المساله هادي مزيانه البطوله المغربيه كلها، ما نبقاوش نشوفوا حنا على السوق الوطني اللي فيه السماسيره والتخرميز وهذا الشيء، نشوفوا عاوتاني المدرسه البرازيليه والمدرسه الارجنتينيه ويكونوا دراري صغار اللي نقدروا من بعد نستمروا فيهم نبيعوهم للخليج او يمشيو لاوروبا. والميساج ديالي للمدرب واللاعبين، حنا راه صابرين عليهم وديما ديما وداد، وان شاء الله يكونوا بالقلب ديالهم وحنا راه ديما معاهم. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.